ثابكم الله. يقول السائل: رجل عقد على امرأة وقام بتسجيل ذلك في سجلات الشركة، ثم طلقها دون أن يخبر الشركة بذلك، ثم تزوج بأخرى، ثم توفاه الله تعالى وقامت الشركة بتقسيم التركة بيد الزوجة والأبناء، مع العلم بأن المرأة الأولى لم يفرض لها مهرا ولم تأخذه عند الطلاق، فهل هذا المبلغ التي زاحمت فيه الزوجة الثانية من حقها أم لها مهرا، وما مقداره؟ هذه تراجع فيه المحكمة الشرعية، تراجع فيه المحكمة الشرعية، لأن هذه مسألة مواريث ومسألة عقود نكاح، تنظر فيها المحكمة الشرعية. نعم.